هذه هي دربوكة، هذه هي القراءة دربوكة اللي تصلح للشقيقة. راه مش دربوكة نتاع الطهور هذيك نتاع يا سعدي جانا فرحي جانا. حاجه اخرى شوفوا فيها. اسمع هي هي سمع بربي خلينا نسموها. كي القرعة، كي القرعة، هاي القرعة هي كي اش تعمل هذه الدربوكة؟ خلينا نفكر. قص منها شوية تحطه في النار هاي وتسلسل شنق الريحة ذيك. معناها قص طريف منها، طريفونة تحطه في النار وتطلع في الدخان. اي كيما البخور هكاك تحطي راسك هكا في حاجة من غير من غير. توا أميري هبط لكم الفيديو بعد شوية نتاع الدربوكة، خلينا نشوفوها. دونك فوالا نحي وجعت الراس، نحي الخشمك اللي يجبد والبرودة وكل شيء، كل شيء تنحي. ما شاء الله. وين نلقاها دربوكة هذه ماني؟ في كل عطاء يبيع التوابلي ولا كا باهي برشا. يخليك يا مامي لي نحيك علينا ولا نحي علينا هالطلة المزيانة والخيرات اللي تجينا من عندك والكلمة الحلوة. قاعدين نتعلموا منك في برشا حاجات.